أهلا بتونس في حلقة جديدة من مسلسل البحث عن الكنز المفقود، واحد آخر من هاك المسلسلات اللي نورمالمون تبدأ فات منذ سنوات، أما المنجين مغطوا فيها بالسيف خطرها بقرة حلوب صحيت حاجة كيما باب الحارة وذو والكين ديد أكيك. أما ماستا ودي ما تعود في نفس الحكاية، الكلنا تبعنا المواسم الأولى، البحث عن البترول، البحث عن الذهب، البحث عن الديامونت، في بالنا درناهم الثروات وكملنا سي يخي يعملوا هكا يعطيوها ريبوت ويعودوا من الأول، وتوها نرجعنا للبترول. أي من أي سوش نحن. الحلقة بدأت عندها 5 أيام، هبطت في الشروق هيئة جيولوجية أمريكية بحيرتين من النفط والغاز في تونس وليبيا، في صبرة FM هيئة الجيولوجيا الأمريكية ولايات القيروان والساحل تسبح على بحيرة من النفط والغاز، ومن غادي عاد بدت العناوين الكلها تسبح في البحيرات وتتبحبح، المواقع الإلكترونية الكلها هبطت تعمل في غطسة، وفما اللي بداو يسربيو في أرقام المخزون متاع البحيرات، قلك براميل بالتريليونات مانيش باش نلقاو كمين باش نهزوهم، على خاطر كيما تعرف تونس اشتر الرجلة الهروب واشتر الصحافة كوبي كولي. أما الحمد لله ما عندناش كان صحافة الكوبي كولي، فما ناس تخدم في خدمتها. الصباح مثلا قامت اليوم غسلت وجهها وشدت الموضوع فرتتو وقالت لكم خلافا لما كشفت عنه هيئة أمريكية، تونس لن تكون منتجا رئيسيا للطاقة. مضمضوا، ما كومش باش توليو كيما دبي، ما كومش باش توليو أغنياء بين نهار وليلة ومن غير تعب، ما كومش باش تلقاو الكنز المفقود المنشود. هاو بالتفاصيل باش تزيدوا تشيخوا. خلافا لما كشفت عنه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تونس لن تكون منتجا رئيسيا للطاقة، وخارطة الصخور النفطية غير المهيكلة لا تستقطب الشركات البترولية. بودابوس محور التقرير، خزان نفطي كلسي غير قابل لتخزين النفط. مختصر الأحداث من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية معقدة، البترول اللي فما تكاليف استخراجه أكثر من مربوحه، ما فيهوش مصوار كما قلنا مئات المرات منذ سنوات. ونزيدك حاجة أخرى ما هبطتش في الصباح، البحث اللي يحكيه عليه صحيح موجود ونشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فعلا، أما عام 2010، أي تونس عنده 13 سنة، أما نحن عندنا زملاء كل عامين ثلاثة يعاودوا يجمروه ويسربيوه لنا، وإحنا شنعملوا وقتها؟ نعرفوا طبعا ككل قطيع يحترم نفسه، وكل حلقة تفهك وإحنا ما حبيناش نتربيه، وما زلنا نتبعوا في أمصت مسلسل فيك يا تونس، البحث عن الكنز المفقود، الإثراء بالنية، وفي انتظار ذلك ارقد في الثنية.